ربيع في شبه الجزيرة الإيبيرية، كتالونيا تدعو إلى انتخابات بطعم الاستفتاء، فهل ستنفصل عن مملكة إسبانيا؟ تداعيات محلية وأوروبية ودولية متوقعة. تابعونا على أخبار أم بي سي في سلسلة تقارير يومية في شاهد على كتالونيا. في مظاهرات هي الأكبر في تاريخ الإقليم والأكبر في تاريخ أوروبا كما يقول أهل كتالونيا، نزل إلى الشارع ما يقارب مليوني كتالوني مطالبين باستقلال الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا. القبضات الصامدة والملامح العنيدة وسقف الشعارات المرفوعة يثير ذعر الحكومة الإسبانية. المظاهرة المليونية جاءت بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الكتالوني وبدعوة من الجمعية الوطنية الكتالونية. في هذا المقر البسيط يقود جوردي مانيا فريقه الشباب للتعبئة للاستقلال. نحن مدعومون بغالبية الشعب الكتالوني، عليه استقلال كتالونيا سيكون واقعا وقريبا جدا. المظاهرة التي رفعت شعار كتالونيا الدولة القادمة في أوروبا حمل فيها المتظاهرون بعض اللافتات كتب عليها كتالونيا ليست إسبانية. حكومة كتالونيا كشعبها يعولون على الانتخابات المبكرة الشهر القادم لتحدد ملامحها طبيعة اختيار الناس هنا، هل ينتخبون الائتلاف الحزبي الداعي للاستقلال عن إسبانيا، وهو ما يعد بمثابة انتخابات بطعم الاستفتاء. حاولت كتالونيا مرات عدة أن تقنع إسبانيا بجدوى خصوصيتنا ومطالبنا في إقامة كيان مستقل في إسبانيا، هذا الأمر لم يتحقق. لهذا السبب أجاب شعب كتالونيا بما يؤمن به وقام بمبادرات عدة لتحقيق مطالبه. يتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7.5 مليون نسمة بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين الأقاليم الإسبانية 17، وبه 5 الناتج المحلي الإسباني، ويعد الوجهة الأكثر مقصدا للسياحة والأعمال في المملكة الإسبانية. لكن مساعي الكتالونيين نحو الاستقلال زادت بعد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إسبانيا، حيث تعزو كتالونيا مديونتها إلى سلطتها الاقتصادية المحدودة وإنفاقها المستمر على حكومة مدريد. بيسكا كاتالونيا تعني لتحيا كاتالونيا، عبارة تختصر الربيع الكتالوني في شبه الجزيرة الإيبيرية، لكنها لعنة حلت على الحكومة المركزية في مدريد. لكن لا أحد هنا يعلم عن ساعة الصفر لإعلان الدولة الوليدة في كاتالونيا. من برشلونة عصا طيب، أم بي سي.